بكل تواضع وحب ودع سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود الحجاج وأسر الشهداء القادمين من الأراضي الفلسطينية لأداء فريضة الحج في الديار المقدسة لهذا العام. أتمنى الأخوان إن شاء الله الوصول بالسلامة للمملكة العربية السعودية بلدهم، وأن يتم إن شاء الله الركن الخامس من أركان الإسلام، يرجعوا إن شاء الله سالمين معافين متقبل منهم إن شاء الله بإذن الله. وقد بلغ عدد ضيوف خادم الحرمين الشريفين القادمين من الضفة منذ بداية المكرمة الملكية لذوي الشهداء الفلسطينيين 14,000 حاج، منهم 1,000 حاج لهذه السنة، حيث أكد سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود لضيوف الرحمن أنهم سيجدون كل الرعاية وحسن الضيافة والتسهيلات لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر حتى عودتهم سالمين إن شاء الله إلى ديارهم. نشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، كرم الله خطاه وخطواته وقراراته. بهذه المناسبة نشكر سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير المملكة العربية السعودية على هذا الجهد الذي بذله في توديع مجموعة من حجاج المكرمة الملكية. من نفس الوقت عمل على توديعهم داخل الباص، وكنا مخططين على أساس أنه ينزل واحد واحد ويودع، وأصر إلى أن يذهب إليهم في الباص ويودع. حيث عبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين عن جزيل شكرهم وامتنانهم على هذه المكرمة الغير مستغربة من ملك الخير والإنسانية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستمرار المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وعلى أعلى المستويات بجهود كبيرة لا تقدر بثمن. تستمر مكارم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بتسيير قوافل الحجاج الفلسطينيين القادمين من الأراضي الفلسطينية بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود لتقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج بيت الله الحرام. آية سلمان، تلفزيون المملكة العربية السعودية من عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان.